كن في حياتك بالصفات وجيها، عسالك النهج التقات نزيها. فالله ينشر في الحياة لذي التقى أرزاقه من حيث لا يدريها، والله يجعل مخرجا لمن اتقى ويعينه إن جد أمر فيها. ولنفسه ظل الأمان كرامتان يوم القيامة في حمى باريها. طابت ميادين البلاد بأهلها بعدالة وأمانة تعليها. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق. هذا الحديث قيل قبل 1400 سنة، ولكن من المخاطب به؟ للأسف بعضنا، بعض المسلمين في زماننا يظن أن أحاديث الوعيد دائما تتعلق بفترة نزول الوحي وتحدث الوحي. لا، هذا الحديث لكل زمان ومكان، لكل موظف، لكل موظفة، لكل مسلم، لكل مسلمة. إن رجالا، وكلمة رجال لاحظ تشمل الجميع، رجال ونساء، يتخوضون في مال الله بغير حق. ماذا لهم؟ ما هي العقوبة يا سيدي يا رسول الله؟ ما معنى يتخوضون في مال الله بغير حق؟ أي يأخذونه، يتعاملون معه. وحديثي معكم أحبتي عن الكفاءة في التعامل مع المال العام، الكفاءة في التعامل مع مال المؤسسة. عندما أكون موظفا وعندما تكونين موظفة في هذه المؤسسة، هل أنا مطالب شرعا؟ هل يجب علي شرعا أن أكون متحرزا خائفا على مال هذه المؤسسة؟ أما أنني أتعامل معها في إطار أنا والطوفان من بعدي، بما أنه ليس مالي، أنا ما أخذت لنفسي يا شيخ، أنا استخدمت سيارة المؤسسة، استخدمت بعض أمور المؤسسة وأساءت إليها وما اهتممت بها، ولكني ما أخذت. اسمع ماذا قال صلى الله على سيدنا محمد: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار. مخيف، فلهم النار. دائما هذا أمر يشدني، أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو نبي الرحمة الذي قال عنه ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دائما أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما تتكلم عن المال العام، عن الحق العام، عن حق المسلمين، دائما يكون الوعيد وتكون النتيجة النار والعقاب الشديد. لماذا يا سيدي يا رسول الله؟ لأنه مستقبل وطن، لأنه مستقبل أمة، لأنه مستقبل صغارنا وأطفالنا، لأنه مستقبل هذه الأمة، لأن هؤلاء الصغار هم الأمل بعد الله تعالى. فإن لم أكن اليوم أنا كموظف وكموظفة نعد العدة لأن يحملوا الأمانة، ماذا سوف يحصل للمستقبل؟ ماذا قلت يا سيدي يا رسول الله؟ قال: لهم النار. طيب يا شيخ، أنا يعني تهاوني ليس بذلك القدر، تهاوني بسيط. اسمع الحديث المشهور الذي نحفظه جميعا ولكن له تتمة، وهو ماذا؟ عندما قيل لذلك الرجل الذي مات في المعركة فقال الناس: هنيئا له الجنة، فقال: لا يا سيدي يا رسول الله، هذا رجل مصلي ورجل صام ورجل خرج للجهاد معك. قال: لا، هو في النار، في شملة، في عباءة، في بشت، أخذها بغير وجه حق من المال العام. هذا نحفظه. ما الذي حصل؟ رجل سمع هذا الكلام فأتى بشراك. بشراك، تعرفوا ما هو الشراك أكرمكم الله؟ الحذاء فقط. كم يساوي الآن فيما يسمى بالمال العام في مؤسساتي؟ قضية مهمة ودقيقة أيها الموظف ويتوى الأخت الموظفة، والله قضية خطيرة، قضية جدا خطيرة، يجب أن نخاف الله تعالى في الأمانات التي أوكلت إلينا. الرجل أتى بشراك، قال: يا رسول الله، أنا أعتذر، أنا أخذت حقيقة بدون وجه حق وهو أيضا من المال العام وأرجعه مباشرة. ماذا قال؟ ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا بأس، هذا مال عام بسيط، أنت ما أخذت يعني أشياء كبيرة، مجرد شراك. قال: شراك من نار. أعيدها: شراك من نار. أرجو أن يطرق مسامعي قبل أن يطرق مسامعكم، وأن يطرق مسامعك أيها الموظف العزيز ويتوى الموظفة الكريمة، إنها الأمانة. قال: شراك من نار، في حق أكرمكم الله حذاء،
فما بالكم إذا قصرنا؟ أسأل الله أن يحرف عنا التقصير وأن يكلل جهودنا بالأمانة وأن يرزقنا الكفاءة في حفظ المال العام وحفظ أعمالنا. كن في حياتك بالصفات وجيها، عسالك النهج التقات نزيها، فالله ينشر في الحياة لذي التقى أرزاقه من حيث لا يدريها، والله يجعل مخرجا لمن اتقى ويعينه إن جد أمر فيها، ولنفسه ظل الأمان كرامتان يوم القيامة في حمى باريها. طابت ميادين البلاد بأهلها بعدالة وأمانة تعليها.